أصعب كلمة فكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا هيا. أصعب كلمة فكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين؟ كيف قدرتي تقسى علي وتقوليلي ما عاد في آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشري؟ بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي غدار. شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي وبضيع حب سنين، بضيع حب سنين. شو بيشبهك تشري؟ لكن بعده عحبك صادق بوعده، بيعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروحي. الله يسهلك بتضلي بقلبي، لكن لازم ارجع لك شو بيشبهك تشري غدار. شو بيشبهك انت من دون عغفلي بشتي غدار. شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي وبضيع حب سنين، بضيع حب سنين. شو بيشبهك تشيرين؟